أنا عندي سمعة وشرف كنتي قبل رضا ابني، بس ما بعرف طلع هالإشاعة ومشيها. يعني إذا مش أنا مولدته بإيدي هدول، على القليل محفضته شي 100 مرة. غادة بنت أصول ما طلعت عن طوع زوجها ولا تركت البيت إلا من بعد ما أخذت الإذن مني أنا، وأنا ما بكون أمه لبحر. لو عطيتها الإذن بدون ما يكون ابني مكلفني، بدكم تسمعوا الحكاية؟ اسمعوها مني. كان يا ما كان، ومش كتير من زمان، مدري واقع مدري بالأحلام، بلشت الحكاية من لما ضبينا أغراضنا وقلنا بخاطرك يا شهر.